أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن الولايات المتحدة تدعم اقتراحا من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الاقتراح المطروح على الطاولة قوي ومن شأنه أن يؤدي لوقف دائم للقتال وعودة المحتجزين، معربا عن أمله في أن يحظى الاقتراح بالقبول وأن يتم تنفيذه. وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق أن المفاوضات رامية إلى التوصل لاتفاق جديد بشأن إطلاق سراح المحتجزين في غزة بناءة. So we want them to conduct their operations in compliance.